كم ما حكيتوش حكينا عليه 7:15 متاع الصباح في مثل هذا اليوم، حدث مثل هذا اليوم، وحكينا ونعاود ونذكروا أنه اليوم الإفريقي الكبير يحتفل بالعيد ميلاد 104 متاعو، 104 عام من التتويجات ومن النجاحات للقلعة الحمراء والبيضاء. مبروك للجماهير الإفريقي، مبروك لكل المسيرين في النادي الإفريقي، للملاعبية القدم والجدد، لعائلات رسخت اسمها في عائلة النادي الإفريقي. نحكيو على السليمي، نحكيو على الرويسي، نحكيو على ملاعبية كبار، نحكيو على الحايسي، على عتوقة، على البياري، على طاهر الشابي وغيره وغيره من الملاعبية اللي عطاو للنادي الإفريقي. نحكيو حتى كما قلت أول ساعة على محترفين جاوا للإفريقي وصاروا أولاد الإفريقي. عبد الحق بن شيخ المدرب، فوذي المغاري، سالوتا جو، لجاوان تام، كماتش المهاجم المغربي وغيره وغيره، نجمو ما نستحضروش الأسماء الكل. مرة أخرى عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، وكل عام والإفريقي حي بخير، وإن شاء الله عودة للتتويجات محليا وقاريا للقلعة الحمراء والبيضاء. هو ما نجموش نفلتوا فرصة كي من هذه باش نحييوا جماهير النادي الإفريقي على الوقفة الأخرانية اللي وقفوا مع الفريق نتاعهم واللي صبروا. اليوم ما فماش جماهير في تونس وقفت مع الفريق نتاعها في الفترة الصعيبة اللي تعدى منها النادي الافريقي، كما جماهير النادي الافريقي اللي ساندت الفريق راه في فترة وجيزة، لما اكثر من 6-7 مليار دوات الناس اللي باعت ذهبها واللي اعطت منقوتها واللي جابت الفلوس من كل بكل الطرق لانقاذ النادي الافريقي. وصلت الناس اليوم تضحي بعائلاتها وبقراية صغارها باش تعطي النادي الافريقي. النادي الافريقي اليوم فريق يقعد شامخ ما دام وراه قاعدة جماهيرية كبيرة، وراه اساطير في التسيير في كرة القدم. نحيي كل محب الغيور للنادي الافريقي، ان شاء الله النادي الافريقي يرجع لمكانه الطبيعي، هو التتويجات بالالقاب افريقيا وعربيا وطنيا، وان شاء الله معناتها النادي الافريقي وقت اللي يبدا باهي والفرق الكل في تونس تبدا الكره نتاعنا باهيه ومزيانه. كلمه برنس على احمد، والله نحب نربط مع ناصر، يقول جماهير الافريقي اللي صبرت يشكر فيهم، انا نشكرهم 10,000 مره كيما نشكر زاد هند صبري. جماهير الافريقي صبرت، وهند صبري علاش؟ على خاطر هي السفيره الصحيحه. وشكون قوه النادي الافريقي؟ هي الجمهور الصحيح. راي النادي الافريقي سامحني كان جاد كي بخرى راي تفرقت وتحلت وكل شيء. شكون خلى النادي الافريقي واقف على ساقيه؟ هو جماهير بتاعه، جماهير الاحمر والابيض. ممنوع تحدث عن النادي الافريقي. حاتم بولابيار، عيد ميلاد سعيد للافريقي، 104 سنين والتاريخ سيكتب ان شاء الله بتتويجات من ذهب في المستقبل القريب. كل عام والافريقي حي بالف خير، كل عام والكره حي بالف خير. نعود بعد الفاصل. في نهج التربينال والدريبة من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، وفي الويكاند بالعريف بالحكاية الباغانورماليجيك. سبورغرام من الاثنين للاربعة من الثلاثة للخمسة في اكسترا تايم، وفي نفس التوقيت كل خميس وجمعة معنا شي ما يفوت في داتا فوت. وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد. أحلى لما وأحلى ناس في ناس الديوان من 5-7 متاع العشية. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة من 7-8 متاع الليل. وعلى خاطر الصغار هما نورت الدار، كل سبت عنا رونديفو مع ديوان كيدز من 5-6. وقيت أمبيونس ديكالي ديما لباس من 8-9 متاع الليل. أبن موزيكا وأجدد لهيت من 9:30 الليل. عيش جو النايت كلوب وانت في الدار. وكل ويكاند خليك برانشي مع ليزاني بونور. ديوان